موجودين في مدرسة الشيماء، آخر مدرسة في شمال بيت لاهيا. اليوم قاعدين بننفذ فيها تكية إطعام للناس النازحين في هذه المدرسة بجهود فريق ملهم التطوع الموجود في شمال القطاع. على بركة الله إن شاء الله، وربنا يتقبل من كل الداعمين وأهل الخير والعطاء لدعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في شمال قطاع غزة. حضر لهاي المنطقة وجاب هاي الشاحنة محملة بالمية لتوزيعها على الناس في هذه المنطقة. شكرا فريق ملهم على هذا العطاء المتواصل لدعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني.